ما هي سيناريوهات الحرب وكيف يمكن تحقيق سلام كامل في اليمن دون هذه التسويات الجزئية؟ هل تزال شرعية هذه قائمة؟ وما هو موقعها من القضايا القائمة؟ أهلا بكم إلى المساء اليمني. إذن سلطات موازية على الأرض وملشنت الحرب في اليمن وشرعية لا تملك أمرها وتحالف يريد تحقيق مصالحه على حساب اليمنيين. أمام كل هذه التراكمات ما هي خيارات اليمنيين؟ ويبدو أن أكثر ما يشغل الشارع اليمني من كل هذه الأحداث هو غياب بوصلة الشرعية عن أهدافها وقضاياها الوطنية وانجرارها خلف المزاج السعودي الذي يفقد اليمنيين الكثير من الإيمان باستعادة الدولة على الأقل في وقت قريب. يراقبون دولتهم تتلاشى على حساب تكوين ميليشيا مسلحة عابرة للانتماء والحدود معا. وفي هذه اللحظة من الشتات يبحث اليمنيون عمن يترجم مخاوفهم ويدافع عن أحلامهم ويجيب عن أسئلتهم. متى تنتهي الحرب وكيف ستنتهي وماذا بعدها؟ إن تحرير صنعاء يبدأ بتحرير القرار الوطني. حرب أعد لها طويلا في بلد يبدو حتى اللحظة أن السلام بعيد عنه، حرب بات السكوت عنها استمرارا بإغراق البلد في فوضى التقسيم والتمزق. وضع الحكومة الشرعية في الرياض يبدو تعبيرا واضحا عن حالة استلاب القرار السياسي والسيادي للبلد، وسط موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت شرعية هادي لا تزال قائمة وعن موقعها من القضايا القائمة. نعم، الشرعية تحولت إلى أداة تشرع للمحتل الخارجي احتلال البلاد. الشرعية ليست شيك على بياض، وهي ليست أشخاص مرتهنون للمحتل والوصاية الخارجية. الشرعية استحقاقات وواجبات ومهام، وبهذا المعنى فإن الذين سوف يرفضون كلا الاحتلالين الداخلي والخارجي ويتمردون عليهما معاً ويعملون من أجل استعادة الجمهورية وتمكين المشروع الاتحادي هم وحدهم الشرعية وهم وحدهم الشرعيون. يتهرب التحالف من التزامات السلام ومن الديمقراطية المحتملة في البلد الجار، تاركا اليمنيين محاطين بالكوارث التي تتعاظم يوما بعد آخر. لا بديل عن السلام غير استمرار الحرب وإدامة الفوضى وشبح التقسيم الذي يحيط بمستقبل اليمن، ومعه يفقد اليمنيون بلادهم وتضيع دماؤهم وتتضاعف خسائرهم دون جدوى. وسط هذا الركام لا مؤشرات عن سلام حقيقي أو تسوية سياسية. من المحتمل أن تنتج دويلات محكومة بهيمنة دول إقليمية. معركة استعادة الدولة تحولت إلى مجرد صراع بين ميليشيات متعددة الولاءات في بلد يتشظى بمباركة سعودية إماراتية وغياب أي أفق لوقف الحرب الدائرة منذ 5 سنوات، خصوصا بعد أن تغيرت أولويات التحالف المعلنة. لا يعد المستقبل بتغيير حقيقي كما يقول مراقبون، فيما لو بقيت القوى والتوجهات السياسية على حالتها من الجمود وسط بلاد عملت التدخلات الإقليمية والدولية على مصادرة قضيته وحق شعبه في رسم نهاية لهذه الطريق. تتعدد سيناريوهات الحرب وما بعدها، أما فرضية انتصار اليمنيين على مشاريع الفوضى والتقسيم والوصول إلى بر الأمان فهي غائبة حتى الآن ولا أحد يجيب. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي العبسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم ضيف في الاستوديو لطالما كنت معنا دائما من العاصمة الألمانية برلين. شرف لي. كنت اليوم مشارك في مؤتمر يمن ما بعد الحرب عقد صباح اليوم في اسطنبول هنا في تركيا. نوقشت العديد من الأوراق ضمن هذا المؤتمر، ناقشتها بالتأكيد، ناقشتهم ضمن مجموعة مع زملائك أيضا، كانت تتركز ربما عن سيناريوهات انتهاء الحرب والدور الإقليمي والدولي في الأزمة اليمنية. لو نبدأ معك دكتور علي بسيناريوهات انتهاء الحرب. اليوم 5 سنوات مضت من عمر اليمنيين في هذه الحرب، ويبدو أنه نحن لا نذهب نحو السلام، نذهب نحو المزيد من السوء. بمنظورك أن دكتور علي، كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب؟ يعني من الصعب جدا ان نتوقع نهايه الحرب، لان المساله تعقدت اكثر. يعني كما ذكرت، يعني المساله تعقدت اكثر، نحن في وضع اكثر تعقيدا مما بدا عليه وضع في عام 2015 عندما بدات الحرب.
تغييرات إضافية، صراعات ولدت صراعات أخرى، أصبح لدينا ليس انقلاب واحد ولكن انقلابين أكثر. الحكومة اليمنية الآن في أضعف حالاتها، أضعف ما كانت عليه في بداية الحرب. النتيجة نحن نتدهور، وضعي في اليمن نتدهور، لكن يبقى الأمل دائما، يبقى الاحتمال، كل الاحتمالات مفتوحة. هناك عدة سيناريوهات ممكن يعني من المنطقية يعني قد لا نرضى عنها، ولكنها واقع يعني ممكن أن تصبح واقعا يعني في يوم من الأيام. السيناريو الأول أن تتشظى اليمن. دكتور علي استأذنك قبل أن تبدأ بالسيناريوهات، لماذا الحكومة صارت أضعف؟ لماذا الوضع ازداد سوء بعد 5 سنوات من الحرب؟ طريقة تدخل التحالف العربي في الحرب في اليمن ساهمت في كل ذلك. أضعفت الحكومة الشرعية اليمنية لأنها بحثت عن حلفاء محليين غير الحكومة الشرعية اليمنية. الإمارات كونت لها تحالفاتها الخاصة، وكونت لها يعني ميليشيات تتبع لها مباشرة يعني تمويلا وتسليحا وحتى عن طريق الأوامر. أما المملكة العربية السعودية أيضا كانت مهتمة أكثر بأن تصبح الحكومة اليمنية أكثر استجابة لقراراتها وأكثر استجابة لمصالحها ورؤيتها للوضع في اليمن. لذلك أضعفت قرارها. الرئيس موجود في الرياض منذ أكثر من يعني بشكل متواصل منذ 5 سنوات، وآخر مرة زار اليمن كان عام 2018، يعني تقريبا منذ عامين، يعني لم يزور اليمن منذ عامين تمام كاملتين. كل ذلك أسهم في ضعف الحكومة اليمنية. هذا الوضع خلخل أصلا، كان الوضع مخلخل يعني جاهز، كانت هناك أزمات جاهزة كامنة. هذا التدخل الغير سليم، التدخل الذي لم يراعي مصالح اليمنية، ساهم في تفاقم هذه الأزمات وتصاعدها، وصولا إلى انقلاب آخر شيء شاهدناه كان انقلاب المجلس الانتقالي في عدن يعني. وبالتالي تعقدت المسألة. نحن لدينا الآن مشروعين لحل، صراعين رئيسيين موجودين، يعني الصراع الأول الانقلابيين في صنعاء، والصراع الآخر هو الانقلابيين في عدن. والحكومة فقدت جزء كبير من تواجدها على الأرض، يعني فقدت جزء كبير من نفوذها على الأرض، وهي الآن تقريبا حكومة مهاجرة موجودة في الرياض، يعني أصبحت قدرتها على التأثير على الأرض أقل مع الوقت. وبالتالي ذكرت لك المسألة أصبحت أكثر تعقيدا، والسيناريوهات يعني أصبحت يعني ربما غير مرغوب فيها. ولكن فك دكتور علي، يعني خذ راحتك اليوم معنا على طاولة المسألة اليمني، وابدأ بشرح السيناريوهات التي يمكن عليها أن تنتهي الحرب. هي قد تكون مفروضة علينا، قد تكون أمر واقع يفرض في النتيجة النهائية، لأن هناك نوع من حالة من الثبات النسبي موجود في الوضع في اليمن. يعني هناك دولة الحوثيين موجودة في العاصمة صنعاء وما حولها والمناطق اللي يسيطر عليها، هناك دولة أو شبه دولة أو دولة في إطار التكون أو سلطة على في أقل تقدير في موجودة في عدن ومحافظات اللحية وأبين والضالع، وهناك الحكومة اليمنية ما تزال تسيطر يعني بشكل لا بأس به في محافظة مثل مأرب وشبوة، وبشكل أقل يمكن ربما في محافظة مثل حضرموت. قد تصبح اليمن ثلاث دويلات، دولة خاصة الحوثيين موجودة في الشمال، ودولة خاصة بالجنوب الغربي دعنا نقول موجود في لحج والضالع، ودولات الحكومة الشرعية اليمنية متواجدة في بقية دولة المناطق. دولة الساحل الغربي. هذا صعب أن تكون دولة الساحل الغربي، يعني لا توجد المقاومة، لأن الحديدة غير موجودة في إطارها. وتعز لا أعتقد أنها تصلح أن تكون دولة في ظل الصراع الموجود في المحتدم جدا بين الشرائح الاجتماعية. إذن خمس دول ناقص دولة سادسة. ربما هي ثلاث دول. لا لم يمكن أن تنشئ سلطة تتحكم في كل هذه الدول، لا يمكنك. أنت لا تتحكم في صنعاء ولا في قرار الحوثيين، ولا تتحكم في عدن ولا قرار الانقلابيين والمجلس الانتقالي الجنوبي. وبالتالي أنت يعني ليس لديك إلا مكان محدود. قد يتم تثبيت هذا الوضع نتيجة أمر الواقع ومع الزمن، يعني يتم تثبيت هذا الوضع وهو ما نراه يعني الآن. يعني لا، الأمور لم تتحلحل رغم هناك اتفاقيات ومبادرات. اتفاقية ستوكهولم منذ أكثر من سنة ونيف يعني ما زالت تراوح مكانها، لم يتم تنفيذ أي بند من بنودها غير اللهم وقف إطلاق النار فقط، وهو يتم اختراقه بين الحين والآخر. في عدن اتفاقية الرياض فنفذ فيها فقط الجانب أن الرئيس الوزراء يعود لعدن، والآن ليس موجودا في عدن. وبالتالي لا توجد حل في الأمور، هناك ثبات، هناك نوع من الأمر واقع يتكرس يوما بعد يوم. سلطة الحوثيين تعزز وجودها في مناطق التي تسيطر عليها يوما بعد يوم. المجلس الانتقالي الجنوبي يعزز سلطته يوما بعد يوم، وهكذا يعني. وبالنتيجة قد نصل إلى مرحلة من المراحل لا يكون أمامنا إلا هذا الحل، يعني كنتونات أو دولة أو دول يعني تم تقسيمها كدول، تم تسوية تبادل المناطق، ربما لا يدري واحد ما يمكن. لكن نحن أمام سيناريو ربما تنتهي الحرب في شكل 3 دول مستقلة عن بعضها. قد يتم أيضا
وهذا ما نأمل فيه مثلا نأمل فيه أن الحكومة الشرعية اليمنية تستطيع بدعم دولي أو ربما تغيير الموقف الإقليمي أن تستعيد من المناطق التي خسرتها سواء في عدن أو في صنعاء وتعود وتم تنفيذ مشروع اليمن الاتحادي. يعني ربما هذا أمل أكثر ما هو أمر واقع. كنا يعني نتحدث عن استعادة صنعاء، ذهبنا نتحدث عن استعادة عدن، اليوم نتحدث عن استعادة الجوف، لماذا؟ لأنه لديك الطرف المسؤول عن 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 استعادة هذه المناطق ليست لديها القدرة الكاملة لاستعادتها، وركن على تحالف ربما لديه أهداف أخرى غير أهداف الحكومة الشرعية. يعني الحكومة الشرعية اليمنية تحاول محاولات ربما بعض الحالات يعني تكون جيدة، بعض الحالات يعني تركن إلى 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 الهدوء والسبات الطويل، لكن هناك محاولات. لكن أعتقد الأمر الحاسم في قدرة الحكومة الشرعية اليمنية على استعادة المناطق التي فقدتها واستعادة عدن واستعادة صنعاء هو منوط بالدعم الذي ستتلقاه من القوى الإقليمية ومن المملكة العربية السعودية بحد ذاتها. المملكة العربية السعودية هي قادرة، هي الدولة التي لديها الإمكانيات العسكرية والمالية والسياسية التي تستطيع من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية لو أرادت المملكة العربية السعودية ذلك من أجل أن تستعيد المناطق التي خسرتها. إذا ما حصل تغيير في الموقف السعودي ووصلوا إلى قناعة أنه لابد أن الحكومة الشرعية اليمنية تستعيد هذه المناطق وأن يظل اليمن دولة موحدة، فنستطيع أن نقول ذلك ممكن التنفيذ. هذا أمر ممكن التنفيذ. الحوثيين ليسوا قوة جبارة، الحوثيين خسروا في أكثر معاركهم، كل المعارك اللي خاضوها خسروها، يعني خسروا في تعز وكانوا يقاتلون مواطنين عاديين بسلاحهم الشخصي، كانوا مدرسين، كانوا عمال بسطاء، موظفين عاديين، قاتلوا الحوثيين وتحالف صالح الذي كان يمتلك 13 لواء في تعز من بينهم 3 ألوية حرس جمهوري. لكن تعز لم تنتصر دكتور، ما زالت محاصرة من الحوثيين. محاصرة لأن هناك من يريد أن تظل محاصرة، يعني الحصار مثلا ليست معادلة قوة. يعني لو حسبنا معادلة القوة الذي استطاع أن يحرر أنه يبدأ من مقاومة من شارع واحد ويحرر الآن غالبية 90% من المدينة، تعز يستطيع أن ينهي القضية في الحوبان. تسمع يعني الناس لن يقولوا الشرعية لا تملك أمرها، ما رأيك بهذا الطرف؟ ربما هذا شيء يعني مبالغ فيه نوعا ما. بالتأكيد أداء الشرعية غير مرضي لا لي ولا لأي مواطن يمني، يعني ولا أعتقد حتى الأطراف الشرعية أيضا لا غير مرضي لهم. لكن ما هي الأدوات التي تملكها الدولة اليمنية؟ ما هي الأدوات التي تمتلكها الحكومة الشرعية اليمنية؟ أنت ذكر الرئيس هادي خارج من عدن يعني بالكاد نفذ بحياته، يعني كان هناك طورد، كان هناك من حاول اصطياده في المكلا، الرئيس صالح في ذلك الأثناء اتصل بأحد الضباط الذي يعملون في المكلا وعرض عليه 50 مليون دولار، قال له هنا مع الرئيس هادي وإذا لقيت القبض عليه خذها لك. يعني خارجيا لا يملك أي شيء، يعني لا يملك لا سلطة ولا شيء، يملك اللهم أنقذ نفسه. الآن لا بأس، يعني لا بأس، هناك وجود الحكومة الشرعية اليمنية موجودة في شبوة، تجربة شبوة تجربة ممتازة، تجربة مارب تجربة أيضا لا بأس بها رغم بعض الاختلالات اللي حصلت في الآونة الأخيرة. هناك نقاط بيضاء أيضا، يعني هناك نقاط بيضاء. الحكومة الشرعية تستطيع إذا أتيحت هذه الإمكانيات أن تنفذ الأشياء الكثيرة، أن تحقق أشياء كثيرة. لكن للأسف كما قلت هي المسألة إرادة الإقليمية غائبة، هناك خطط أخرى لدى القوى الإقليمية في اليمن غير الخطط التي لدى الحكومة الشرعية اليمنية. والحكومة الشرعية اليمنية أيضا يعني دعنا نقول هناك نوع من رمي كل البيض ووضع كل البيض في السلة السعودية. هناك قناعة لدى أطراف الحكومة اليمنية أنه السعودية صاحبة القرار الأول والأخير في اليمن، السعودية لا أحد يستطيع معارضتها، حتى القوى الكبرى لا تستطيع معارضتها. يعني وربما هذا صحيح نوعا ما، يعني نحن شاهدنا أنه تم توقيف تصدير السلاح للمملكة العربية السعودية من عدة دول، كل دول أن تراجعت عنها، آخرها أو ألمانيا كانت أوقفت تصدير السلاح إلى 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 المملكة العربية السعودية ثم سمحت بتصدير السلاح هكذا. يعني وبالنتيجة هو يرى أنه السعودية هي صاحبة الدور الرئيسي والقادر على حسم الأوضاع في اليمن، هو يراهن على هذا الدور، يتمسك بهذا الدور لأنه ليس لديه خيار آخر. يعني من سيقف مع الحكومة الشرعية إذا لم تقف مع المملكة العربية السعودية؟ بافتراض حتى لو السعودية وقفت على الحياد، من الذي يمتلك الإرادة والقدرة؟ سنترك محور في هذه الحلقة لنتحدث عن من هم الأطراف اليوم اللاعبة في المشهد اليمني الإقليمي والدولي، هل فقط هي السعودية والإمارات؟ لكن استأذنك أن نشرك معنا بالنقاش من كندا الدكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي الحقوقي. أهلا بك دكتور عبد القادر. حياك الله، أهلا وسهلا. بداية الحمد لله على سلامتك، أنت يبدو أنك متعب لكن لا يمنع من أن تشاركنا اليوم في هذه الحلقة إلى جانب الدكتور علي العبسي، ونحن نخصصها لاستشراف رؤية اليمن ما بعد الحرب. دكتور عبد القادر، هل أنت مع أنه نبدأ باستشراف مستقبل اليمن ووضع اليمن ما بعد الحرب أم لك رأي آخر؟ والحاجة تحياتي لك
ولبرنامجك الممتاز، ومن خلاله التحية لكل اليمن اللي قدر أفقد لها كثير. أول حاجة أو ثاني حاجة بعد التحية، الناس يختلفوا في الدنيا كلها، شوف الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا في كل مكان في اختلافات غير عادية، فعادي الاختلاف في الرأي مش مشكلة، لكن احنا معانا مشكلة في اليمن. القاسم المشترك بيننا وبين كل الناس اللي بيدوروا في حول في البرنامج ده الحين ولا في المؤتمر حق اسطنبول هو الرفض للحوثي، بس بعد كذا بنعمل تصرفات وخيارات كلها بتصب في صالح الحوثي. هذا عدنا قبل ما ادخل في الموضوع، اللي امل فيه بو ان احنا نبقي على هذا الحد الادنى من التوافق بيننا وهو رفض الحوثي، بدون ما يخلينا هذا الاختلاف في الجوانب الاخرى ان احنا نقدم خدمات قليله للحوثي من غير ما ندري. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي اود ان سابدا في الجواب فيها على سؤالك، عنوان الحلقه وعنوان المؤتمر اليمن ما بعد الحرب، انا لا ارى ان هناك انهاء لهذه الحرب او انتهاء لهذه الحرب في المستقبل المنظور. معك ثلاث سيناريوهات، اما الحوثي ينتصر، واذا انتصر الحوثي فكل الكلام وكل المحاور المؤتمر وكل محاور البرنامج ستنتهي، لانه بعد هذا سيفرض جمهوريه على اسلاميه على غرار جمهوريه قوم وطهران الاسلاميه في ايران، واحنا كلنا بنكون خارج الكلام خالص. الثاني ان الشرعيه تنتصر والتحالف، من ادائهم الحالي مش متوقع في المستوى، لازم يتغيروا، يقدروا ينتصروا بس لازم يتغيروا تغييرات جذريه. السيناريو الثالث لانهاء الحرب هو انهاء حرب على الطريقه الجريفيثساويه، مارتن جريفيث المفوض الاممي، هذا شخص ولا منه فائده ولا منه نفع ولا والامم المتحده حتى من الاساس ما منهاش فائده، فشلت في ليبيا، فشلت في سوريا، فشلت في كل مكان، فيعني لا في سلام جريفيثساوي ولا في انهاء حرب الا على طريقه الحوثي او على طريقه الشرعيه، وهذا مش في المنظور القريب على الاطلاق. بعد كذا ندخل العمليه، تحب تسال سؤال ولا استطرد؟ لا، في نقطه اريد ان اناقشها معك، وانت اتفقت معها مع الدكتور علي العبسي هنا ضيفي في الاستوديو، تقولون ان الشرعيه والتحالف بامكانه ان ينتصر في المعركه لكن لابد من حدوث تغييرات جذريه. طيب متى يمكن ان تحدث هذه التغييرات وما الذي يمنع من حدوثها، وهل هي ممكنة؟ أكيد ممكنة، يعني وسهلة للغاية، بس مش بالرجال الحاليين ولا بالطريقة الحالية، مش ممكن بالحاليين، لازم يحصل نوع من توحيد الصف، وبعد توحيد الصف لازم تكسب ثقة يا أخي الشرعية مش قادرة، بتفقد ثقة المؤيدين للشرعية، يعني كل في الجالسين في المؤتمر هذا وفي المحاور وكلنا أصلا مؤيدين للشرعية، ما يمكن ما باقي حد من اللي كانوا مؤيدين للشرعية وما زالوا معها ينفخوا في بها، سميتها مثل اللي ينفخ في القربة المخزوقة ويحاول في نفس الوقت يسد الخزق اللي في القربة، لا أنا الباقيين كلهم قد كفروا بالشرعية، يعني واحد بيخسر حاضنته. الرئيس هادي يجب أن يخرج من القمقم الذي هو فيه، ويجب أن يوحي، ما نشتوش هو يعمل غير حاجة واحدة، يتصل بالناس كلهم كل يوم ويقول لهم لازم تكونوا صف واحد، طبعا ببسطها شوية، بس هو لازم الناس يحسوا أنه في واحد رب بيت وبيجري بعدها، أما بالطريقة يعني من غير ما تحصل هذه الخطوه ولا تحصل اي خطوه ثانيه. طيب اذا لازم وحده في هذا الاطار. دكتور عبد القادر اسمح لي، في هذا الاطار في موضوع الشرعيه انها تخسر حاضنتها وانه لابد من تغيير رجال الشرعيه، اليوم مثلا في مؤتمر اسطنبول نوقشت سيناريوهات انهاء الحرب وطرحت افكار عده، من ضمن هذه الافكار ربما فكره تجاوز شرعيه الرئيس هادي وانتاج شرعيه شعبيه بديله. هل تعتقد انه هذا النقاش الان قفز على الواقع؟
مستحيل. الكلام في يعني السباحه في مش في بحث، في خيال، في خيال. واحد، من الذي اضفى الشرعيه على هذه؟ اللي اضفاها مش احنا، اللي اضفاها عليه ظروف عجيبه، صدفه عجيبه من صدف التاريخ التي لا تتكرر. يعني هادي نفسه الذي نؤيده هو اصلا ماهوش بالحيثيات ولا بالقدارة أن يمسك رئاسة اليمن. مش صدفة عجيبة دكتور عبد القادر، كان نائب لعلي عبد الله صالح، وكان علي عبد الله صالح يسميه بالجواد الخاسر. كان أول أيدي آمنة أو أمينة، تمام. مش هي الحكاية، الحكاية الشرعية دي من اللي جابها؟ من اللي جابها؟ مجلس الأمن. وعشان يكون واضحين، كان في شغل أصلي من السعودية ومندوبها الدائم في مجلس الأمن المعلمي في الأمم المتحدة، اللي فرش الطريق بحيث توصل اليمن للباب السابع، وقابلته في بها إدارة أوباما. لازم نتذكر الأشياء هذه بسبب أنها قد كانت عملت مصيبة باتفاقها النووي مع إيران. يعني في ملابسات عجيبه هي اللي جابت الشرعيه الحاليه. طيب وعلى راسها الرئيس. ليش دكتور عبد القادر لماذا تقول انه الحديث اليوم عن استبدال شرعيه هادي انه قفز وسباحه في الخيال؟ لانهم هات لي مجلس الامن يسمع كلامك اللي عايز تغير الشرعيه. هو كانت صدفه عجيبه غير قابله للتكرار، وانتخاب واحد زي هادي على رئاسه اليمن من غير قبيله ولا جيش ولا عصبية ولا منطقة ولا حتى أهله في الضالع ويافع كارهين له، ومع كده يقع رئيس جمهورية، تمام. هذه صدفة من الصدف العجيبة جدا. يعني الصدفة تحصل مرة بالتريليون، تمام. هات لي مجموعة صدف عجيبة. ما تخلينيش أرجع أحكي لك كل اللي كان موجود في 2011 و2012، الصدف اللي أدت إلى صعود هادي إلى رئاسة الدولة وإلى كلمة الشرعية والفترة الانتقالية والحوار الوطني. هذا شيء غير قابل، غير قابل أنك تجيب حوار وطني ثاني، غير قابل أنك تجيب دستور مكتوب عليه ثاني، غير قابل أنك تجيب رئيس اليمنيين كلهم الآن يوافقوا عليه. مستحيل، ضرب من الخيال، الخيال اللي هو أبعد من الخيال. طيب دكتور عبد القادر تبقى معنا واستمع الى تعليق من الدكتور علي العبسي في نقطة وشرعية هادي والحديث عن شرعية شعبية بديلة. ربما انا اتفق الى حد ما مع الدكتور عبد القادر الجني في مسألة القفز على انه الشرعية صعب انك تتجاوز شرعية الرئيس هادي، مفهوم قانوني. وبالمناسبة هي يعني كيف يتم الحصول على الشرعية؟ يعني دولة معينة معترف بها دوليا، لديها نظام انتخابي معترف به أو نظام تسليم سلطة معترف به، يتم من خلاله تعيين رئيس الدولة، هذا يحظى باعتراف الدولي نتيجة الاعتراف بهذه الدولة أصلا. يعني وهذا ما حصل. الرئيس هادي كان رئيس توافقي، جرت انتخابات لشخصي أشبه من الاستفتاء، حصل على أصوات 6 مليون أو 7 مليون ناخب، ثم اعترف به المجتمع الدولي، ثم تم تحصين شرعيته او شرعيه الرئيس هادي وشرعيه الحكومه اليمنيه من خلال قرارات مجلس الامن. يعني متتاليه كل قرارات مجلس الامن تؤكد على شرعيه الرئيس هادي، وعلى ومن الصعب تماما يعني ان يتم تجاوز هذه الشرعيه، ولا نحتاج ان احنا ان نتخلى عن الشرعيه هذه، لانها البديل لا يوجد بديل الان متاح. يعني نحن نتحدث عن ليس فقط الرئيس هادي، النخبه السياسيه اليمنيه كلها يعني ليست افضل من الرئيس هادي. سمي لي أشخاص أو شخصيات كلها كانت نتاج حقبة من 33 سنة من حكم الرئيس علي عبد الله صالح، جرف فيها الحياة السياسية اليمنية. طيب هذه نقطة أيضا موجودة في محاور هذه الحلقة، موضوع النخبة السياسية ومن أضعف الآخر، هادي أضعفه ومن هم أضعفه هادي. لكن مثلا توكل كرمان اليوم الحائز على جائزة نوبل عندما طرحت فكرة مشروعية الميدان ودعت القيادة الشعبية والسياسية والعسكرية وأسمت الموضوع إعلان شرعية الأرض، نتمنى ذلك. وانا اين وانت ايضا طرحت رايك. انا طرحت بشكل مختلف. ايوه انه حكومه موازيه. دعني اقول لك مثلا انا اتمنى اذا كان هناك امكان تحقيق شرعيه الارض، لكن اي شرعيه ارض؟ شرعيه المعارك اللي في الجوف او في مارب، او شرعيه الارض اللي في تعز، او شرعيه الارض اللي في، يعني هناك عده شرعيات. يعني لا يوجد قائد واحد يتفق عليه كل اليمنيين. نعم هناك شخصيات متفق عليها، لكن كل يعني هناك تشظي للمجتمع اليمني، هناك معارك. حتى وزير الدفاع سمى تعز قطاع منفصل، الجوف الان قطاع ايضا لا يتبع وزاره الدفاع، هناك تشرذم على الارض. لا يمكنك ايضا ان توحد، لان هناك عده معارك، لا يوجد قائد واحد المعارك، لان هناك عده معارك
لكل معركة هناك قائدة، كان هناك قائد في معركة في تعز، هناك قائد في مأرب، هناك قائد في 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 الفلجاوف، هناك قائد في شبوة. صعب أن الجميع يتفق على شخص واحد حتى نكون هذه الشخصية أو هذه الشرعية الشعبية، يعني صعبة بمكان. يعني أنا أتمنى إذا كنا طيب البعض من يطرح فكرة التجاوز عن شرعية الرئيس هذه يدعو لتشكيل مجلس أو أي كيان داخل منظومة هذه الشرعية، يعني يتولاه من المسؤولين المتواجدين الآن تحت سقف الشرعية. يعني هذا أيضا صعب جدا، يعني تنفيذه صعب للغاية، يعني هذا ربما تمنية أكثر مما شيء واقعي. يعني ما ستأتي سمي أي شخص أيضا، كيف سيتم تخطي الرئيس هذا، كيف سيتم تخطيه، يعني كيف سيتم التخلي عن شرعيته. وبالمناسبة اليمن الآن كدولة لم يعد لها وجود إلا كمفهوم قانوني متمثل في شرعية الرئيس هذا، يعني رضينا عن ذلك أو لم نرضى، يعني كنا راغب يعني ندعم الرئيس هذا أو ضده. يعني في النتيجة ما بقى من الدولة اليمنية هو رئيس دولة منتخب موافق عليه من المجتمع الدولي ويؤيده المجتمع الدولي. أن نخاطر نأخذ المخاطرة هذه بالتخلي عن هذه الشرعية ونقفز للمجهول أو نقفز أن نحدد أي شخصية أخرى، ما أدرانا أن هذا الشخصية أيضا لا تنتهي إلى ما انتهى إليه الرئيس هذا. يعني شوف البعض مثلا، يعني أحد المتحمسين طرح فكرة أنه تشكيل مجلس سياسي أو مجلس عسكري وقال يعين فيه الميسري مثلا. يتحمس الناس لبعض المواقف في الميدان، مثلا الميسري يقول لك لو موقف بطولي مثلا، وآخرين أيضا من المسؤولين السياسيين. لو سمعت الميسري، طبعا احترام كثير للوزير الميسري، وهو حقق فعلا المواقف لديه مواقف بطولية فعلا مشرفة وطنية، لكن أيضا هناك انتقاد حوله. يعني أنا اليوم سمعت هذا الانتقاد، هناك تفاصيل كثيرة، يعني لا يمكنك أن تجد شخصية يجمع عليها كل اليمنيين. أيضا حساسية المناطقية وحساسية الحزبية وحساسية الطائفية أصبحت موجودة الآن. الحرب بعد 5 سنوات فككت المجتمع اليمني وانتجت تقاطعات جديدة أكثر ما كانت التقاطعات والاختلافات موجودة. يعني في النتيجة أنا كمقترح في المدى اقترحت أنه دعنا يعني نحتفظ برئيس شرعية الرئيس هذه ونعمل بنظام مختلف لتصحيح هذه الشرعية أو من تصحيح سلوك هذه الشرعية وأدائها السياسي سواء في الداخل اليمني. نعمل حكومة موازية، نحكم حكومة موازية تكون كمحكمة لهذه الحكومة الشرعية. يعني هناك رئيس حكومة عندما طيب ما الجدوى من هذه الحكومة، حكومة الظل وهي لا تملك أي فعالية على الأرض؟ أول شيء أنت ستخاطب من حكومة الظل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هذا شيء متعارف عليه، حكومة الظل هذا مفهوم موجود في الغرب، يعني موجود في بريطانيا وبشكل رسمي. يعني هناك دائما الحكومة المعروفة اسمها حكومة الظل، وهناك وزراء بتسمياتهم أيضا، هؤلاء يتولون الرد أو الانتقاد. وزارة مختصة اقترح المشاريع في التي تخص وزارتهم، هكذا حكومة موازية تحاكم أداء الحكومة الشرعية. يعني عندما يكون هناك وزير موازي لك في الطرف الآخر، وزير محترم لديه مشاريع أو ينتقد وكذا، أنت كوزير في الحكومة الشرعية يجب أن تستجيب، أن ترى ذلك. أما الآن ما أحد يحاسبك. لكن دكتور كلها ستكون حكومة منافية. هي حكومة، ونحن الحكومة نفسها حكومة شرعية منافية. يعني لا يمكن. طيب لا يمكنك اليوم في اليمن، أين يمكن أن تضع حكومة يمنية؟ أين يمكن؟ يعني في مكان يستطيع أن يكون مؤثرا، يعني ليس في الصحاري، تستطيع أن تضعها مثلا في صحراء في أي مكان وتطالب منها أن تحكم اليمن. يجب أن تكون في قلب الدولة، يكون أن تكون لها تأثير على الأرض، تأثير على النخبة، على الناس، على المجتمع، وهذا شيء صعب الآن. يعني أريد أن أعود الدكتور عبد القادر حتى أختم معه. دكتور عبد القادر، اليوم نحن كيمنيين ما هي الخيارات أمامنا؟ يعني ما هو الحل برأيك؟ يعني سؤال مش المليون دولار ولا المليار دولار، صارت تريليون دولار. الحل لازم توحيد الصف. من غير توحيد الصف بنجلس في نفس الدوامة دي والجمل اللي يدور في المعصلة. الحل يجب أن لا نعطي هدايا مجانية للحوثي بتفرقنا وتشرذمنا. بكل أسف الوحيد اللي يقدر يوحد صفنا هو الرئاسة هذه، ولازم تخرج. يعني أنا وجنبها السعودية، يعني لازم. أنا سميتهم الاثنين قربة مخزوقة، وأنا جالس أنفق في معترف إن أنا بنفق في قربة مخزوقة. خلاص يا دكتور عبد القادر، يعني قضاء وقدر على اليمنيين هذه والسعودية. أنا قلت كذا، خلاص يعني زي ما إيران، يعني لو أنت عايز تنهي دور السعودية قرب انهي دور إيران.
ما فيش قوة على وجه الأرض تقدر تفكك تحالف الحوثي مع إيران. لا إيران موافقة ولا السعودية موافقة ولا الحوثي موافق ولا جريفيث يقدر ينهي هذا التحالف، وما يقدرش ينهيه إلا القوة العسكرية الذاتية لليمنيين. والقوة العسكرية الذاتية لليمين مش ممكن تتفجر ولا ممكن تنطلق إلا لو توحدوا. التشرذم هذا مستحيل يودينا لأي طريق. سنستمر من نكسة إلى نكسة إذا استمرنا بالمواقف الحدية والاستقطابية ضد بعضنا البعض، وإذا استمرنا نستهدف بعضنا البعض أكثر مما نستهدف الحوثي. أشكرك جزيلا دكتور عبد القادر الجنيد، ناشط سياسي والحقوقي، كنت معنا من كندا، شكرا جزيلا لك. دكتور علي العبسي، فقط يعني أنا كنت أجلت سؤال في موضوع أنه اللاعبين الإقليميين المؤثرين في اليمن فقط السعودية والإمارات. الدكتور يقول توحيد الصف فقط الرئاسة هذه والسعودية فقط، هم من يملكوا أو قد يعطونا حل. أنا أتفق معه، يعني هي فعلاً يعني النافذة الحقيقية على الأرض، يعني دعنا الآن من الحكومة الشرعية السعودية. السعودية نفوذها في اليمن قديم، يعني نفوذها منذ عشرات السنوات. السعودية لديها تحالفات مع مشايخ القبائل، مع قوى سياسية، حتى مع شخصيات في الدولة كانت ضباط وكانت تصرف لهم رواتب. يعني السعودية تعرف اليمن أكثر من الإمارات. الإمارات هما جديد محاولة، يعني وحتى عندما استعانوا بأطراف ليست لها قيمة تاريخية أو سياسية. يعني الزعامات التي نصبتها على الميليشيات التي أنشأتها هي شخصيات يعني آنية، صحيح لديها دور يعني مشرف في مقاومة الحوثيين في الجنوب، ولكنها ليس لها تاريخ سياسي وليس لها تلك العقلية السياسية التي تستطيع أن تدير دولة أو تمثل شيء مهم في الجنوب. وحتى هذه القيادة التي يعني محسوبة على الإمارات هي أيضا تدين بالولاء للمملكة العربية السعودية. هي أيضا تدرك أنه صاحب القرار الأول والأخير في اليمن هي المملكة العربية السعودية، والإمارات تدرك ذلك. والإمارات ابتزت السعودية عام 2016 عندما أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أعلن أن الإمارات انسحبت من اليمن. كان ذلك نوع من الابتزاز للسعودية، نحن سنترككم وحدكم في اليمن، أنتم بحاجة إلينا إذا لم تسمحوا لنا أن نفعل ما نريده في اليمن. آخرين قالوا أنه استجابة ولتخفيف الضغوط التي كانت تفرض وتطالب قوى يمنية تطالب بخروج الإمارات من مشهد. هذا 2016، هذا كان مبكر جدا، يعني كان عام 2016 بعد عام من الحرب، يعني كان مبكر. الإمارات يعني ابتزت السعودية للاستمرار في الحرب وتركت، معنى هذا أنه الإمارات تعرف وتدرك أن السعودية هي صاحبة القرار الأخير في الحرب. يعني وبالنتيجة السعودية هي صاحبة يعني 70% من الحل هو في يد المملكة العربية السعودية. هكذا واقعنا، يعني نحن لن طيب السعوديين يقولون أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار المملكة، لكن بلدنا تتدهور أكثر، فوضى أكثر، تشرذم. يعني المقاربة السعودية لليمن موضوع مختلف تماما. اليمن كانت دائما هي محل خطر للمملكة العربية السعودية بكينونتها كدولة كمجتمع، بشعب 30 مليون إنسان، شعب نشيط حركي ديناميكي، هناك سياسة، هناك أحزاب، هناك حركة سياسية يعني قوية جدا في اليمن. استوقفني اليوم المعلومة التي ذكرتها أنت، أنه لموقع اتفاق جدة ترسيم الحدود عام 2000، السعودية وضعت شرط أنه يتم إلغاء فكرة التجنيد الإلزامي في اليمن. نعم، هذا واحد من اللي يدلك أنه كان خوف من اليمن، حتى عندما كانت علاقتهم في أحسن مستوى لها بين الأمير عبد الله في ذاك الوقت والرئيس صالح، وبعد أن تم توقيع اتفاقية جدة الحدود وفق التصور السعودي أيضا. يعني لا يوجد أكثر من ذلك. أنت إذا الطرف اليمني مثلا يقدم لك ما ترغب فيه في اتفاقية الحدود ويعطيهم تنازل نهائي عن مناطق رئيسية كان هناك كثير من اليمنيين يعتبرونها مناطق يمنية، وفي هذه النقطة في قمة مسألة التناغم والتحالف بين السعودية واليمن، يقدموا شرط انه يتم الغاء تجنيد خدمة التجنيد الالزامي. وفعلا وتم الغاء فعلا، ذاك تم توقيف ايقاف الخدمة الالزامية العسكرية اليمنيين. وانا ذكرت اذا معلومة انه هناك كان تقريبا في عام 2000 هناك 90,000 شاب يمني يدخلون خدمة التجنيد الالزامية. تخيل منذ 20 عاما تقريبا حتى الان 18 عام، يعني دعنا نضع في المتوسط 100,000 شاب. يعني كان المفروض يكون لديك الان 2 مليون يمني في الاحتياط مدربين على الجيش، خدموا سنه كامله في الجيش ومدربين على كقوه احتياط. 2 مليون بني ادم يم، يعني هذا احتياط يعني غير عادي. وهذا يدلك ان المملكه العربيه السعوديه ترى اليمن ككينونه، ليس كنظام سياسي فقط، هي ككينونه كدوله كمجتمع في هذه الزاويه في هذه المنطقه الحساسه بالنسبه لها. وانا ذكرت ايضا انه الدوله الوحيده التي لديها اتصال ديموغرافي واجتماعي كجاره للسعوديه هي اليمن.
لاحظ الحدود السعوديه مع كل الدول، هناك هي عباره عن صحاري، مع العراق هي عباره عن صحراء، مع الاردن عباره عن صحراء، مع الكويت حتى، مع الامارات عباره عن صحراء، مع عمان مع صحراء الربع الخالي، الوحيد اللي هناك تواصل ديموغرافي واجتماعي وسكاني هو مع اليمن في منطقه عسير، ولذلك وحتى المملكه العربيه السعوديه كانت ترى اليمن كتوأم اجتماعي لها، يعني اشبه مجتمع بالمجتمع السعودي والمجتمع اليمني، ولذلك عندما يحصل اي تطور من اي نوع في اليمن هو يؤثر على السعودية، يضغط على السعودية أكثر، يعني كانت يعني مسألة التجربة الديمقراطية ضغطت على السعودية أكثر، حقوق المرأة أيضا ومشاركة المرأة كانت يعني تمارس، كانت هناك ضغوط على المملكة العربية السعودية. طيب اليوم الدور السعودي والإماراتي في اليمن دور حتمي لا يمكن التخلص منه؟ بالنسبة للإمارات هو دور مؤقت يعني، ودور ربما الإمارات ليس لديها حدود مشتركة مع اليمن، ووجودها أيضا محكوم بتحالفها مع السعودية، وأيضا بأنها تقدم خدمات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أنها هي تقوم دور الشرطي الذي يلاحق القاعدة وداعش في اليمن، لحساب المملكة الولايات المتحدة الأمريكية هي تقوم بأعمال القذرة إذا صح التعبير بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، التعذيب والخطف والقتل خارج القانون، ما تقوم به الميليشيات التابعة للإمارات وما تقوم به حتى الإمارات مباشرة في اليمن، لكن أكثر من ذلك لا تمتلك الإمارات، ليس لديها وجود فعل حقيقي، وليس لديها أيضا القدرة على التأثير بغير هذه الميليشيات الموجودة، وهي الميليشيات هذه أثبتت أيضا في أكثر من مرحلة أنها ليست بتلك التماسك، وليست بتلك القوة العسكرية، وليست بتلك الخلفية السياسية، وبالتالي نفوذها ممكن التخلص منه بسهولة، لكن مع السعودية أنت هناك أنت جار حتمي، أكبر جار لك المملكة العربية السعودية، هناك تواصل اجتماعي، هناك تواصل، هناك اعتماد اقتصادي، هناك اشياء كثيره جدا، السعوديه موجوده في اليمن منذ سنوات، عقود طويله يعني، ولديها نفوذ يعني لا تستطيع ان تخلعنا. ودعني اذكرك مثلا ان يعني قيل، انا لا متاكد من هذه المعلومه لكن اعتقد انها صحيحه، ان من ساهم في اخراج الرئيس عبد المنصور هادي من صنعاء عندما كان محاصرا هي المخابرات السعوديه، وعن طريق علاقات السعوديه في اليمن ما تم يعني طبيعي ان تكون هي المستفيد منه، لانه هو من اعطاها، لكن هذا يدلك على مدى نفوذها في اليمن. لأنه لو كان هادي لم يطلب منها التدخل كانت ستتدخل باي صفه أصلاً. نعم انا اقصد ذاك، انا اقصد تهريبه من صنعاء الى عدن لما كان محاصر، يعني انه تاثيرها في الارض الواقع في اليمن، يعني استطاعت تهريب الرئيس هادي ورغم انه كان منزله محاصر من الحوثيين والعاصمه محاصره والدواء والنقاط التفتيش، واستطاعت رغم ذلك استطاعت أن تنقل الرئيس من صنعاء إلى عدن، وهذا دليل على النفوذ على الأرض، هناك نفوذ على الأرض. المملكة العربية السعودية لم تصرف أموال مئات الملايين مليارات على أشخاص محسوبين عليها في اليمن، على قوى، على مشايخ قبائل، على ضباط جيش حتى، هباء يعني، هناك فعلا نفوذ سعودي موجود على أرض الواقع يعني. استوفيت كل الافكار التي تريد ان تتحدث فيها عن الدور الاقليمي انا اريد ان اقول ايضا انه الدور الاقليمي ايضا ليس هناك نقطه لم استطيع ان اتحدث فيها اليوم في المؤتمر نتيجه المقضية وقت، هناك لا يوجد تعاون بين المملكه العربيه السعوديه والامارات، علينا نقول ذلك، يعني هناك لا توجد يعني كدول دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية هما يعيشان في نفس النطاق الجغرافي، وأي زيادة للنفوذ النفوذ الإماراتي في هذه المنطقة من بينها اليمن هو على حساب النفوذ السعودي، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تحالف بين دولتين يعني، لكن هناك تحالف بين سلطة الشيخ محمد بن زايد في الإمارات وبين سلطة الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية. الأمير محمد بن سلمان يحتاج إلى دعم الشيخ محمد بن زايد حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم وأن يقاوم من يرفض وصوله للحكم أو من يعارق هذا الوصول في السعودية، ولكن الدولة السعودية لا يمكن أن تكون في تعاون وتحالف مع الإمارات أبدا، أو أن تترك لها اليمن لقمة سائغة، هذا أعتقد هي مرحلة معينة. أعتقد إذا ما تغيرت الظروف الداخلية في المملكة واستطاع الأمير محمد سلمان يتولى الحكم ومرت الأمور كلها بسلام، أعتقد أن السلوك السعودي تجاه الإمارات سيختلف تماما. فلذلك هذا ما أريد أن أقوله، يعني السعودية سنستفيد في اليمن من الموضوع، أعتقد هناك قدرة التعاون مع السعودية في النهاية السعودية طبعا أكثر حساسية للضغط الدولي بغير الإمارات، السعودية أكثر حساسية للضغط الدولي لأنها في الواجهة هي مسؤولة، أيضا مسؤولة عن الوضع في اليمن ومسؤولة، وهنا تتلقى يعني رغم أن الإمارات ربما كانت مارست أسوأ في اليمن يعني، وتعاملت بوقاحة مع الحكومة الشرعية اليمنية، لكن المملكة العربية السعودية هي من تلقت اللوم الأكبر في المجتمع الغربي وفي الكونغرس وفي مؤسسات دولية أخرى خاصة بحقوق الإنسان، ولذلك السعودية أكثر حساسية لهذا. تستطيع أن تدير علاقاتك مع المملكة إذا استطعت، أول شيء أن تمتلك قرارك وأن يكون لديك قناعة أنك أنا أستطيع
شيء، أنا أمتلك شرعية، أنا شرعيتي القانونية أستطيع من خلالها أن أدير هذه العلاقة الحتمية مع المملكة العربية السعودية. علاقتها مع السعودية هي حتمية، لا نستطيع أن يعني أن نقص اليمن من الخريطة ونذهبها بعيدا. السعودية ستظل جار لنا، ومن مصلحتنا أيضا إقامة علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، ولكن كندية، علاقات ندية. نحن لا يمكن أن نكون لبنان كما كان لبنان لسوريا، أو كما هو العراق الآن لإيران. اليمن أكبر من ذلك، واليمنيين لا يمكن أن يقبلوا بذلك، يعني كشعب وكقوة سياسية. هناك شخصيات هكذا وهكذا، يعني محسوبة على أنفسها، يعني لا تمثل الشعب اليمني، متحالفة مع المملكة العربية السعودية مستعدة أن تقدم لها كل شيء، لكن الشعب اليمني ليس مستعدا لتقديم كل شيء. طيب الأحزاب والقوى السياسية هي أضعفت هذه ولا هذه أضعفها؟ أعتقد الحرب أضعفت الجميع. يعني أنت لا يمكنك تتحدث عن قوى سياسية في جو حرب. هناك سلاح، يعني المسألة الخلافة الآن تدار بالقوة، لأن هناك حاسم، هناك معارك، هناك دماء. ماذا يمكن أن يفعل لك الحزب السياسي؟ هو يتكلم عن مبادراته. ربما الحزب السياسي دوره هنا هو الوقوف إلى وراء الطرف الذي يعتقد أنه على حق، ومفترض هنا أن يكون الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية. فالمفترض أن الأحزاب هي تقف إذا إلى جانب الرئيس. المشكلة نحن في الأحزاب ربما بدأت أكثر مبكر، يعني من بعد الثورة 2011، وعندما تم تشكيل الحكومة 2012 وانتخب الرئيس هادي، هناك بعض الأحزاب حاولت ابتزاز الرئيس هادي. يعني دعنا نقول كل ذلك بكل صراحة، ودعنا حتى نسميه بمسمياته. أنا أتذكر تصريح لأمين عام الحزب الإصلاح اليدومي ذكر فيه هكذا، يعني بعد فترة تقريبا كانوا يطالبون الرئيس هادي بتعيينات معينة، وفي كان أكثر شيء سفراء ووزراء، يعني في أي توقيت هذا؟ في عام 2012 أو 2013 تقريبا. ويدومي صرح قال أن نحن مستعدين إجراء انتخابات رئاسية بالسجل الانتخابي السابق الموجود. هذا السجل الانتخابي الذي كان الخلاف الرئيسي مع نظام صالح، والذي أوصلنا إلى ثورة 2011، الذي كان يرفضون تماما أن يتم الانتخابات، لأن هناك حوالي مليون اسم مكرر فيه ومزور وكذا. وكان الشرط الرئيسي لدخول الانتخابات النيابية أن يتم تعديل هذا السجل الانتخابي، وتم تأجيل الانتخابات كل ذلك. اليدومي كان يقول نحن مستعدين أن ندخل الانتخابات بهذا السجل، ضغطا كان هناك ضغوط على الرئيس هادي، يعني أنت لا تملك شيء وفي السجل الانتخابي فليأتي علي عبد الله صالح أو أي شخص محسوب على الرئيس هادي. الكل كان يريد من هادي أن يكون موظفا لديه، الكل أراد من هادي أن يقدم له مناصب وأن يعطيه الجزء من الكعكة كذا. وبالتالي الرئيس هادي أعتقد يعني حاول التملص من نفوذ هذه الأحزاب السياسية. أحزاب ربما يعني حزب الاشتراكي، إذا أردنا نفصل أكثر، حزب الاشتراكي ما زال مسكونا بعقدته الجنوبية، أنه هو يحس بالذنب أنه ذهب بالجنوب إلى وحدة مع نظام علي عبد الله صالح، وبالنتيجة انتهى الوضع في الجنوب إذا ما انتهى عليه. يعني وكان هناك عقدة، وتحول من حزب الاشتراكي اليمني إلى الحزب الاشتراكي الجنوبي، اليمني الجنوبي، يعني هكذا، يعني وترك كل الأمور الأخرى. من باقي بعد الإصلاح الاشتراكي؟ الناصرين أيضا ما زال، أنا كحزب ناصرية حزب ربما نخبوية أكثر شيء، يعني كانت تنظر أكثر ما تكون لها وجود على أرض الواقع. يعني أحزاب سياسية في اليمن تجربة ليست بتلك الإيجابية الكبيرة. يعني الحوثي قوة على الناس كلهم، الحوثي يأتي بالقوة، الحوثي يأتي بالقوة، يعني فرض عليك شيء بالقوة، يعني لم يمارس سياسة. الحوثي من البداية أتى منذ نشأته صارع وأخذ ودخل السياسة بأدوات العسكرة بالقوة، بالفرض الأمر الواقع، يعني هذا حقي وهذا أريده وسنفذه بقوة السلاح، يعني منذ بداية الحروب التي تم خوضها في صعدة. ولذلك أعتقد دور الأحزاب السياسية في هذه المرحلة ربما الدور الوحيد الذي مطلوب منها، يعني هو دعم الحكومة الشرعية. وأيضا هذا نقطة كثيرة ربما أنا لم يكن لدي فرصة أن أطرحها في البرنامج، هو نحن لدينا قضية، يعني يجب وحدة الصف التي يطالبها الدكتور عبد القادر الجنيد ربما لا يجب أن نعتمد على أشخاص، دعونا نعتمد على قضية، على مشروع، ولدينا هذا المشروع الذي هو مشروع دستور الدولة اليمن الاتحادي، مخرجات الحوار الوطني التي تحاور اليمنيون مدة عام كامل وناقشوا كل القضايا وشاركت فيها المرأة، وهناك مسودة دستور متقدم للغاية رغم أن هناك بعض الملاحظات عليه. حتى الدولة اليمن الاتحادي هناك ملاحظات بعض على التقسيم القائم، لكن المشروع موجود وقائم، بإمكاننا الوقوف وراء هذا المشروع، وقوف هذا المشروع وأن نصل به إلى أن يكون قناعتنا كلنا كيمنيين، ونحاول تنفيذه وأن نجبر حتى الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية والسياسيين اليمنيين على تنفيذ هذا المشروع. للأسف الشديد هناك معارضة لهذا المشروع ضمن حتى الحكومة الشرعية اليمنية. الإصلاح كان يعارضها أصلا، وقالوا نحن لم نوافق عليه إلا حتى لا يتم ابتزازنا بها، أو حتى لا يقال نحن عرقلنا المسألة هذه. الحوثي يرفض الاتفاقية هذه، أحزاب كثيرة ترفض، الشراكة أيضا يريد، لديه تصور مختلف أيضا. الكل أشكرك. الكل يعني وافق على هذا مخرجات الحوار ومشروع الدولة، ولكن لا يدعم.
أشكرك دكتور علي عبسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ضيفي في الاستوديو، وأتمنى أنك تكون في هذه الحلقة قلت كل ما كنت تريد أن تقول، لكن الوقت لم يسعفك في مؤتمر اليوم. لا بأس إن شاء الله. سعيد جدا بتواجدك معنا في الاستوديو المساء اليمني. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام وتحية طاقم البرنامج. نلقاكم في حلقة جديدة من المساء اليمني في الغد. في أمان الله.